المعلم بتاع النادي الاهلي في منتصف الملعب. صالح جمعه ركله حره للنادي الاهلي وصافره شريف رشوان واحمد علي مكسيكي وصالح جمعه يعلقها. يا سلام يا سلام على الروعه، يا سلام على الجمال، يا الله عليك يا صالح جمعه. هدف رابع للنادي الاهلي، رباعيه النادي الاهلي. السلام 2 و2 من 22، صالح جمعه تبقى 4 وهدف رابع للنادي الاهلي.